لا تقلب وشك هيك، ليكك مسكني. لازم تفرح. ما بقدر افرح، هذا الشيء مستحيل. لما بتطلع بوشك هذا المقرف بتذكر الناس اللي قتلتهم وبموت قهر. تعرف ليش؟ لأني ما قدرت أمسكك من قبل. لا تزعل حالك، عملت يلي بيطلع بيدك. لو مسكتك ما كانوا ماتوا كل هالناس، كان سال دم أقل ونزلت دموع أقل. صارت وفكرت بالناس اللي قتلتهم جانو؟ عيونهم بتخطر ببالك؟ سيدي هلأ أنت لوحدك، عندك وقت كتير للتفكير. معقول ما فكر؟ أكيد رح فكر. أكتر شي رح فكر فيه أبي. أبي سبع سبع شامي، لما بيسوق حصانه حدوات بتقدح شرار، ما حدا شافه رمى وما صاب، وما حدا قلب دراعه، وهو بحياته ما أذى نملة. بصلاة الجمعة كنا واقفين أنا وياه جنب بعض، سجدنا اتنيننا وصوت اطلاق نار، انا نطيت وقمت من السجود. ابي ما تحرك، كان قاتل سافل، استأجروا اغا سافل. انا اسف مشان ابوك جانو عن جد، بس صدقني جانو لو ابوك شاف اللي عملته كان بزق بوشك قبل كل الناس، لأنك ما بتفرق شيء أبداً عن الناس اللي قتلوه. هلأ وصلنا، زليخة معي، في شباب من الأمن رايحين على العدلية. قبل شوي اتصلت بوالدك، جواله مسكر، إذا بتخبره. أبي بالعملية أستاذ ماهر. بالعملية؟ عملية شو؟ بابا شرايين، أنا هلأ ما بقدر أطلع من هون. مفهوم، أصلاً بهي المرحلة ما بنقدر نعمل شيء. لبين ما تصدر المحكمة قرار تأجيل التنفيذ بدهم يحطوا زليخة بالنظارة. أنا ببلغك بالتطورات. شكراً لك. ممكن أحكي مع أخي لو سمحت؟ دقيقة. تفضلي. أخي زليخة. بابا كيفه بابا؟ عم نستنى. الأخبار من غرفة العمليات كويسة، أنت منيحة؟ أنا إيه منيحة. رح شوف أبي ما هيك؟ رح شوفه ما هيك أخي؟ رح نشوفه ما هيك؟ مثل أيام زمان واقف على حيله. طبعاً رح نشوفه، أنت بتعرفي أبوكي دائماً قوي عنيد وقوي، هيك أبوكي. يلا بخاطرك. ابني مراد لا تزعل حالك، ابني ابوك رح يشفى وانتو رح ترجعوا مع بعضكم مثل ايام زمان. هلا انت لازم تكون قوي. تسلمي ماما زينو، مزبوط، بس فرح يا ابني فرح. شو بدك من التفكير؟ فرح وبس. اختي كلامها مزبوط مراد اغا. بعرف يا حقي، انتو كتير طيبين، صدقوني عم دوب قدام طيبتكم. يا ريت زليخة جاية من الغربة، يا ريتها كانت مظلومة حتى، يا ريت انتو تكونوا أقل طيبة شوي، وقتها يمكن كون أسعد إنسان بهالدنيا. بس هلأ هي أختي وبحبها كتير، بس هون في شي يا ماما زينو. بعيني شوفي هنيك إحساسه بالذنب اللي ما عم يقدر يرمي. دكتور الحمد لله على سلامته ومبروك عليكم. كيف وضعه؟ العملية ناجحة كتير وهلأ دخلناه على العناية المشددة. مبروك ابني. شكرا. في مجال نشوفه؟ دقيقتين ثلاثة بس. تعال معي، خلينا نلبسك وخلي موبايلك هون. يلا لشوف. ايه
مروة انت كمان مبروك عليك. تسلم عمو حقي. اختي عن اذنك. اه خير. بدي اشوف عيسل. عيسل؟ ايه. ايه امتى نحن رح نشوف هاي البنت؟ شفتيها اختي؟ هي ما اسمها شوفي، عالماشي كأنها جاي تاخد نارة. كيف بدك تشوفيها؟ بدي اشوفها بعيني الشرة ابني. اه اه دخيل العادات القديمة. قديش كان في عادات حلوة. أنو عادات هاي؟ حمام العروس. شو؟ حمام العروس. شوفي من شعرة راسها لضفر رجلها، هي اللي بسميها شوفي ابني. اختي تعرفي؟ شو؟ ما عندك محل النوم؟ آه شو؟ والله ما عندك محل تنامي. شو بدي قلك؟ استنى دقيقة. استغفر الله. استنى شوي واسمعني. لك حلي عني حقي، لا تخليني صرخ بالمشفى. أعزائي المشاهدين، تم القبض صباح اليوم الباكر على رئيس العصابة الخارج عن القانون جانوار داغستان المدعو جانو، والذي يمارس نشاطه في منطقتنا بعد صدام مسلح. سكروا لي هاد، ضيقتوا لي خلقي. شو علاقتنا نحن بجانو وما جانو؟ كأنه حلينا شغلنا وما بقي غير هم العالم. وينه حقي؟ ها وين جيفت هالكلب؟ وين جسته؟ عملت لي حالك زلمة وقلت لي بدك تقتله؟ ولك مين ما بعتنا يقتله؟ وكلامي إلك يا سيد برهوم، تجي لي طابب وشك بالأرض وبعد أعزار تلحق بعضها؟ خلص بقى خلص. وانتوا لك احكوا، ليش ساكتين؟ صعبانة عليكم؟ اي نعم صعبت علينا، بس مو من كلامك انت. ما قدرت تخلص على زلمة واحد وهذا اللي مزعلني. منيح ممتاز، معناتها هلأ وقت هذا السؤال بالضبط. شو مفكرين تعملوا لك؟ شو؟ عندك شي فكرة ما بعرفها أنا؟ عم بعمل خطة سيفو. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بتكونوا جئتوا ما؟ ايه والله جعنا. يسلموا آغا، بشوفك. مرحبا. أهلا وسهلا. هات عنك. شو عملتوا؟ طلع شي جرات وصحون وهيك شغلات؟ ايه لقينا كم شغلة، بس مو من صحون الجرات اللي بالك فيهم. ليش؟ كنتوا بتاكلوا فيهم حلو. ها نطلع منتغدى. ماشي شباب. إيه؟ أنا طالعة على الغداء. يلا صحة وهنا. يلا بشوفكم. إيه حضرتها طالعة على الغداء. شوف طبعا تطلع أخي، ليش لحتى ما تطلع؟ شو يعني بتطلع ولاك؟ وين روح الفريق؟ إيه دخيل روح الفريق تبعك. لو هلأ أنت آغا بتاكل مثلنا بين ضربتين فاس، ولا بتطلع مع وحدي مثل هاي؟ شو عم بتقول أنت وياه؟ لا تحكي حكي طالع نازل. أنتوا بتكون جلينوني؟ شو؟ يلا تركيهن وتعي. لك شوف هدول. يا شباب هيك عيب. ها اغا عدم المؤاخذه كلامنا مو لك. ها والله شكلك عم تقفل علي. خاب املنا برفيقتنا لهيك عم نضحك. ما سورجيكم انتو، حسابكن عندي. لك تعالي تعالي تركيهن. ماشي انا بورجيكم. طول النهار هيك هدول اتنين بدون يجننوني. ليكي بدي اعرف اختي على رفقاتك هدول، ابي ينسجموا مع بعضهم كتير. ها هون احنا منرتاح. ما فهمت كيف. بحكي لك ركبي. يلا. مين هاي اللي مع حقي؟ منقبة آثار. جايين مجموعة مع بعض من اسطنبول آغا، يمكن تفيدنا بإننا ناخد حقي. آه هلأ بدك تقلي شغلنا مع حقي ومالنا علاقة بخطيبته. دقيقة وقف دقيقة بالأول. هلأ صحيح نحنا مالنا شغل بالنسوان، بس حقي اتدخل بيني وبين جوليا وهي مو شغلته، ومو بس هيك دخل بيني وبين ابني. مزبوط حقي اللي ما التزم بالأدب. ايه معناتها خلينا نحنا نرد عليه برهوم. يعني سن بالسن.
السن بالسن. أحلى عبارة عندي. السن بالسن. تقرير اللجنة حول موكلة سيدي المدعي. التقرير عم بيقول بوضوح أنه موكلة الزيخة كريم أوغلو غير مؤهلة لتنفيذ العقوبة. وأنت عم تطلب تأجيل تنفيذ الحكم. بيرجع لتديراتكم. ماشي. مندرسه ومنصدر قرار بأقرب وقت. شكراً كتير. يعطيك العافية. مع السلامة. ما عاد اسمح تروحي مني. وعدني. بوعدك. وانت كمان لا تروح بابا. دخيلك لا تتركني. استناني. استنى زلوخ. قديش قعدت بالسجن؟ 10 سنين. كانوا أكتر طالعونا بالعفو. ليش سكتتي؟ أول مرة بحياتي بكون مع قاتل. أه؟ لا، مو هذا قصدي. ليش خجلانة؟ أنتي ما قتلتي الزلمة. ليك، ما رح حاول ريح ضميرك. هاي محاولة فاشلة. أنا اللي قصدته. شو هو اللي قصدتي؟ شكلك مو شكل قاتل. هذا اللي عم تقوليه بيصير بالأفلام. بالأفلام السيئة. بتشوفي الزلمة من بعد 2 كيلومتر مربع، بتقولي هذا هو القاتل. بس بالواقع القتلة بيشبهوكي وبيشبهوني. يعني كل ملك في جواته شيطان، ما هيك؟ ضغطنا عزناد أنا واللي قتلته بنفس اللحظة. هو انصاب ومات وأنا ضليت عايش وانحبست 10 سنين. لو أنا اللي انصبت كان صار العكس. كل هالقد بسيطة؟ إيه؟ الموت بسيط. إيه؟ كنت ولد. مرة إجا سيرك على أورفا. بهلوانات عم يمشوا على الحبال ورجال ماسكين النار ومهرجين. واحد من المهرجين ماسك طابات كتير بيرميها وبيمسكها. بتقولي الطابات عم ترقص بالهواء؟ ونحن الولاد فاتحين عيوننا هيك وسارحين. كيف بدي اشرح لك ياها؟ بعدين مدري شو صار. تنتين من الطابات ضربوا ببعضهم بالهواء. وقعت واحدة بالأول بعدين فلتوا الكل. المتفرجين بلشوا يعيطوا على المهرج. أنا بهداك اليوم وقعت الطابة من إيدي آيسر. يوم اللي قوصته وبس وقعتيها مرة زلوخ. بنتي زلوخ. زلوخ. وين زلوخ؟ عم يهزي. من ساعة لساعتين بيطلع من التخدير. لا تشغلوا بالكم، كل شيء طبيعي. إذا بتحتاجوا شيء أنا هون. بابا. بابا. عم تسمعني بابا؟ بابا. رشا، عم تسمعنا؟ رشا. بابا. ذبحتيني يا سيد زينب. ذبحتيني. ذبحتيني. هاجن عم بيخرف على المزبوط. أنا قلت له للدكتور لازم تخيط له تمه. خلاص أنا رح أنقل هذا الحكي لحقي ماما زينو. إذا بتفتح تمك بدهن لك يا بالفليفلي. أنا رايحة.
ما عندي استعداد اسمع تخريف واحد قرار اكثر من هيك. انا قلت له للدكتور بالعمليه خيط له تمه لهاد زلوخ بنتي. مرحبا عمو مراد، كيف صار؟ بلش يهزي شوي، بعد شوي بيصحى. جدو رجع؟ زلوخ بنتي زلوخ. أبي كان طفل كبير، واحد طايش. الحقيقة أمي ما كانت أقل منه. تخيل إنه بهالزمانات ركبوا موتور وقضوا سنتين بجولة حول العالم، ولما رجعوا كان في بحضن طفلة عمرها 8 شهور. ليك قدامك القصد يختلوا مع بعضهم، الجولة هي حجة. شو؟ أحياناً كانوا ينزلوا على الميتور. ها؟ أنا ولدت بالجزائر بنص الصحراء وبيت شعر، والداي اللي ولدتني مرت راعي جمال. ولسه بيقولوا عني مجنون؟ شوفوا الناس شو عم يعملوا. وقف هون دقيقة. شوفي بس وقف دقيقة. انت ادخل على هاي الكازية. استناني هلأ برجع. عيسل لك شبك دقيقة واحدة. شو هاد؟ طابة. ايه بعرف انه طابة، بس ليش جبتيها؟ هالمرة ما وقعتها. نعم شوي كنت وقعتها، بس عملت اللي بتقدر عليه حتى تمسكها، وهذا المهم. يمكن بشي يوم نلعب سوا. يمكن. خدي. قديش حقها؟ 50 ليرة. شو عم تعملي؟ وقفي وقفي وقفي. قديش قلت؟ 50 ليرة. نحن بغرفة، شو مفكرة حالك باسطنبول؟ بس أنا كان لازم أشتري. ما بيصير، يلا نروح. انتبهي. ها حقي. المدعي العام أطلق سراح باران، جانو جوا زنزانة منفردة. أخيرا. إيه أخيرا. كيفه أبوه؟ حاليا منيح. إجت زليخة، موقفين بمديرية الأمن. رح يتأجل حكمة؟ ممكن. تعذبت كتير حتى تمسكها، أكيد هلأ إطلاق صراحة رح يزعجك. لا أبداً، تذكر التمثال المشهور اللي بيرمز للعدالة، حاملة ميزان وعيونها معصوبين. أنت بتعرف ليش عيونها معصوبين؟ كانت زليخة بالنسبة إلي متهمة، بعد ما مسكتها وسلمتها للعدالة. هي أختك، إذا العدالة قررت إنه تطلق صراحة ما بيتغير شيء، رح تضل زليخة بنظري اختك مراد. بما انه حديث العدالة انفتح، الكاتب تحت، ندخل على غرفة فاضية وناخد افادتك عن جانو وبنخلص. اوكي يلا. والله لو بقى التاني حدا اجا وعطاني طابة افكر وبقول شو بقى هذا، ليش هيك عم يعمل؟ بلحظتك انت كسرت له انفه. بس لما آيسل عطيتك ياها هي بتعطيني مثل ما بدها. حقي انتي هاي البنت. اختي لا تفكري هيك ابدا. لا تعطاني حقي. انا بعرف شو بدك تقولي. طيب ليش انت خايف؟ جاوبني ليش خايف؟ ليش خايف؟ لانه شو؟ اسمعيني منيح اختي، انا لليوم. شو صار لليوم؟ ما في شي بالإيد، ما بيصير هيك. يمكن العطل فيني. منبلش منيح بعدين بيصير شي بمطرح معين، الناس بيخافوا من حياتنا ونحن منبقى هيك. بنص قصة حب بتطير العقل منصير لوحدنا. هاي شغلة بشعة أختي، بشعة. معك حق، بس العطل كله منك. طيب ارفعي لي معنوياتي شوي. لشو بدي ارفع لك معنوياتك؟ اذا رح تضل بهالعقل مانك بحاجة حدا ابدا لتكون تعيس. ما شاء الله بتحل كل شي لوحدك. قال بدنا نفضفض لك شو في بقلبنا. شوفي شو عم يطلع من تمك اختي. ابني سبعي، انت فاشل بالحب.
يا حزرك ليش بجن النسوان؟ بسبب رجال خويفين مثلك. والله العسل عم ينقط من تمك عند هالمساء. أنا رايح. لوين؟ تصبحي على خير. لوين؟ استنى دقيقة، نسيت هاي. ليكي هلأ حرقتي حالك. هلأ بدي أحرق. لا تجي علي. هلأ بدي أحرق. لا تجي علي. والله بدي أحرق. اوعى شق الطابة. ها هاتي خدك لشو؟ ما بعطيك غير بشرط. شو هو؟ عايسي بكرة بدك تعزم البنت على العشاء. لك شو أنت من بين الإخوات؟ بدنا ندفع رشوة مشان نبوسك؟ إذا بناسبك حقي يلا بوس. مالك محل تنامي فيه؟ مالك محل تنامي؟ بوس بوس. أخ يا أختي أخ. أنا فكيت اللغز ليش ما عم نخلص تنقيب أثري بسرعة. ليش؟ بسيطة كتير، بس تروح على التنقيب وبتبلش شغل بها الأرض، بيجي بيطلع حدا قدامك وبتوقع بحبه، بتطلع غدوات وبتعطل عن الشغل 3 أيام. كيف بده يخلص هذا التنقيب أخي؟ شو بيخلصه؟ ما بيخلص، بيطول 30 سنة. أنتوا أرزال أخي، أرزال كتير. حلوا عني بقى، اعتبرناكم أصدقاء ودعيناكم لهون، قلنا بنسمع موسيقى ومنحكي كلمتين. آيسل معتبرينك رفيقة عسكرية، يعني متعودين على أنك مسترجلة. ها اللي بدي نقوله يعني لما بتتدخل شغلات العاطفة بالشغل. شو؟ ما بيلبق لي يعني؟ آيسل تركك منا، أنت بشو عم تفكري؟ المهم تفكيرك أنت. حقك كويس وظريف حتى أنه أبضاي، بس هالنوع من الرجال عندهم طرف عاطل يا آيسل، لا تنسي هالشي. ها شو هو العاطل؟ إذا حبوا وارتبطوا ما بقى تقلصي منهم بسنين. يعني بحبوا مثل الخلق، هذا اللي بتقصدوه؟ لما بدير ظهري ما بيخونني، مو بيطلع على هي وهدي، هذا رأيكم بالعطل؟ إذا هالشي عطل ليش ما كنا سعداء محل ما كنا؟ ها؟ بهديك المدينة الضخمة اسطنبول ليش؟ احكوا ليش؟ أكلك. بدي أسألك شغلة. اسأل. مين في من جماعتنا جوا؟ في 4-5 زلم منه لطف الدب. كيف بقدر شوفه؟ هلأ مستحيل، أنا بحاول دبر لكم اللقاء، بدك تصبر شوي. بيعرفوا أني هون؟ لك أنا بيعرفوا، حتى بعتوا لك هاي، بس دخيلك لا حدا يشوفه، تطالب رزق بعدين. لا تشغل بالك، مع السلامة. بالفرج إن شاء الله. يعني هلأ أنت بتعرفي مين هو؟ ايه نعم بعرف. هبلة، هذا الزلمة عم يستغلك، بده إياني إلي. بعرف. ها؟ وبتعرفي كمان؟ هذا الإنسان الوحيد اللي تجرأ يتقرب مني، ما في حدا بحياتي، ما حدا، بسببك أنت. بدك تدفعي الثمن يا واطية، بدك تدفعي ثمن الخيانة. ما رح ترتاحي أبدا لأني هون، حتى وأنا هون رح لاحقك. ألف حبيبتي، بدك تاكلي أكلك أنت؟ أعطيني واحدة لي كمان. يلا قولي خالو. كنتي تعطيني السكر؟ تفضل. يلا لشوف. أيوة. اليوم بدنا نمر على المشفى؟ ايه والله لازم نروح. يلا قولي خالي. بس تطلع من الكلية بنروح. ماشي؟ ماشي. محمود على مهلك رح تخنق البنت. ما بصير شيء. هي أخوف الطعمية كمان سندويشة ووراها قهوة مرة، شو رأيها؟ كيف وضع رجا آغا؟ حكيت مع مراد، قال منيح. رجا آغا جدد قلبه وشرايينه. الله يكون بعونك أختي. شو يعني هاد؟ أنا حكيت مع مراد، قال رجا آغا وقت طلع من العملية كان عم يهزي باسمك، قال دبحتيني يا ست زينو، خربتي بيتي ست زينو، ست زينو يا ست زينو. سمعتوا يا جماعة؟ ليكو واحد غريب عم يهزي بعمتكن وهو نايم وانتو لساتكن قاعدين؟ سمعوا سمعوا حقي، والله والله بقوم بعفسك برجلي يا رزيل. هالتأثير المخدر ابني، مخدر، الزلمة عم يهزيك.
انت بتعرفي اختي، انت ملكة التخدير كله. اللي بياخد منك سحبة ما بقى يصحصح ابدا. انقلي عني والحمار، لجنني هلا من عند الصبح. تأمري اختي. يلا انا ماشي. يا ملكة الاخوات. جيمو بدي مر على البنك وروح على الشركة. ماشي عمي، عندي شغلة بالجمعية، بعد ساعة بنلتقى. دخيلة دخيلة دخيلة. ما بدك تقولي لعمو مع السلامة؟ استنى دقيقة حقي، شو صار بشغلة آيسل؟ شو بها آيسل؟ ما بدك تعزمها على العشاء عمو؟ خرسي يا بنت، لا تنقي على راسي انتي كمان. بس والله لازم تعزمها. كنتي تجي تجي، أنا بقدح موال تخلص الشغلة. ولك هلأ رح خليك تقدح على المصر. روح عمو رح خوف البنات. شو الشغلة اللي بدها تخلص ولك سرسري؟ ما في آيسل ما آيسل، مو جاي. ما رح تخطي خطوة جوات حدود هذا البيت. ماشي؟ شوفي صهر. لا عمو أنا معك والله. ليك يلا خاطركم. كيف عصب من عند الصبح؟ معقول ضغطنا عليه بموضوع آيسل؟ لسه شو عملنا؟ ليلى أمر خانو، بدي سفر على 24 المساء. ماشي؟ عنا ضيفي، ضيفي تقيلي. خبري هاجر كمان وقولي لمهند يجهز السيارة. تأمري يا خانو. المساء عنا حفلة يا أولاد. لا تكون أيسر؟ إيه؟ وعمي ما رح يكون معه خبر؟ هي أحلى شي فيها أصلاً. كملوا أكلكن يلا. مراد. زليخة. مرحبا سيد مراد. كيف أبي؟ منيح منيح كتير، عم يهزي باسمك. كيف الأمور؟ نحن جاهزين. رح تخلص؟ إن شاء الله. أنا من فعلي كتير. ما بقي كتير. قلت شو عم تعمل؟ منيحة منيحة كتير. شو صار مهند؟ سألت شي؟ شفت مدير السياحة مثل ما طلبتي. مجموعة تنقيب أثري جايين من اسطنبول، والآن سأيسل بينهم. قال عم يمسحوا الآثار اللي رح تبقى تحت المي. بس يخلص شغلهم بقدر كيف بدهم ينتقلوا لحران. عرفت محلهم والمطعم اللي بياكلوا فيه كل يوم. قديش بياخد معنا الطريقة حسن؟ كيف؟ ساعتين ونص أو ثلاثة. خلينا نطلع فوراً لكان، جيب السيارة. تأمري أمري يا خانم. تعرضنا للخيانة من أقرب الناس إلنا. اللي خانتني أختي الرضعاني حليف فاسد. أختك عطول كانت بعيدة عنا جانو. أنت غلطت بأنك وثقت فيها. حتى لو كانت بعيدة عنا، الوحدة ما لازم تبيع أخوها للعدو. اترك الخيانة على جنب. ولك ما خافت أبدا؟ في حدا لليوم باعنا وبقي عايش؟ في حدا؟ قلولي في حدا؟ امبارح إجا المحامي تبعنا، شاف باران بالعدلية عند المدعي، رشا الكاتب، دفع له كم قرش وقرا إفادتها بالتفصيل. شو حكي هي؟ كل شي عنده. وهذا ابن رجع، شو كان اسمه؟ مراد. استخدم باران بإفادته. برأيي في شي بيناتهم يا جانو. شو منعمل جانو؟ شو قرارك؟ مين في منا بالمدينة؟ جواد، رضا، كاظم، شباب كويسين. اليوم بتبعت لهم خبر بسرعة، خليهم يراقبوا باران. بتقولهم هاد أمر جانو، وبأقرب فرصة بيخلصوا عليها. بأقرب فرصة، مفهوم؟ ماشي جانو، مفهوم. يلا. حرارتك طبيعية، هاد شي كتير منيح. كيف حاسس حالك؟ منيح. ليش ما في حدا؟ هاي الصبية كان اسمها مروة، مو؟ قعدت جنبك طول الليل، والصبح راحت على جامعتها. مراد، وين ابني؟ قلي شو بدك من ابنك؟ مراد؟ انت طول الليل اهزي بزليخة واهزي بزينه، وبعدين وينه مراد؟ تمنيتك تهزي مرة فيني. ما في لزوم لقلة الأدب. اسأل الممرضة إذا بدك، اسألها إذا سمعت عم تقول مراد. لا أنا ما بتدخل بين الأب وابنه. قرب لجنبي لشوف، بدي أحكي معك حديث. عم بسمعك بابا. في خبر من زلوخ؟ ايه في.
زلوخ بنتي. بابا زلوختي. اجيت بابا اجيت بنتي بنتي يا روح قلبي. الحمد لله. ما قدرت استقبلك على رجلي زلوخ. منيح انك هون. انت هون فتح عيونك وعم تستناني. اشتقت لك كتير بابا اشتقت لك كتير. ما اصعب الانتظار ما اصعب انتظار الولد اصعب بكتير من انتظار الموت. زلوخ روحي. يا جماعة بلا ما نحكي بالموت هلأ. تعال أشوف. أنا ما بقى بدي أعيش بعيد عنكم. أنا ما عاد تفرق معي حياتي كتير. كل اللي بدي إياه من هالدنيا كمل باقي حياتي بجنبكم وشوفكم مبسوطين. أنت تعذبتي وتمرمرتي كتير يا بنتي. ما عاد فيني يتحمل. ادخل. شوفي اطلقوا سراح بنت رجاء آغا. يا آغا كيف صارت هي؟ حسب ما قال المحامي يا آغا وهي ما فهمت منيح، بس هي المرة مضيعة عقلها أو هيك شي. عطوها تقرير مجنونة وتركوها. أوف أوف شو صار بهالبلد؟ بتاخد تقرير مجنون وبترتاح ما حدا بيلمسها. يا الله ليش ما بناخد تقرير مجنون نحنا كمان يحيى؟ حاشاك آغا شو هالحكي؟ البلد صار مثل مشفى المجانين ابني. آغا آغا بلشت الململة بالعشيرة. من شو متململين؟ الشغلة معروفة، ما عم يبلعوا قصة بنت رجاء آغا، طالبين يقابلوك آغا. معن حق. ليش مين منا اللي بلعه غير رجاء آغا؟ خبرهم يجوا، خبرهم كلهم يجوا على هذا البيت. على راسي آغا. دخيلك انتبه منيح. قطعة مختلفة كتير ما هيك؟ انت متأكد انه هون؟ متأكد يا خانو. فرقة التنقيب متفقة مع المطعم، عم يتغدوا هون الظهر، بعد شوي بيجوا. معناها أغاك حقي عم يقطع كل هالمسافة مشان البنت. 3 ساعات روحة و3 ساعات رجعة، طريق 6 ساعات. معقول الواحد يقطع كل هالطريق مشان وحدة ما بيحبها؟ ما بيعملها بحياته يا خانم. لا تضحك مهند، لا تضحك. انت مكيف طبعا، ليلى تحت ايدك. صحيح على ذكر الشغلة، شو مشاننا انا وليلى؟ بدنا نحل هاي الشغلة كمان. شكرا يا خانم. بس بالاول اغاك حق، ما بتصير بحياتها قبل ما نجوزه. شو؟ ليش قلبت وجهك؟ والله يا خانم العفو، يعني لو قلتي لي استنى لنجوز محمود انا قبلان، بس اذا استنينا حقي اغا انخرب بيتنا. طلع لي هدول هني. ايه يا خانم هاي هي المجموعه. ماما زينو شو هالمفاجأة؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلين فيكي. إيدي وسخين كتير، جايين من التنقيب كلنا تراب.
التراب ما بيوسخ الإنسان بنتي. كيفك؟ شكرا كثير. تفضلي قعدي. شو إلكم شغل هون؟ إجينا مشاني. مشاني أنا؟ مو عطول حق بيجي. قلنا منجي نحن شي مرة. ما شاء الله علي عم بمشي مثل الغزال. قديش حكينا؟ كل هالوقت عم تهرب من العملية على الفاضي. مو بيقولوا للأولاد من اللي بتطهروا اليوم طهور وبكرة طلوع؟ هيك صار فينا. بس ما هيك، لا تعب حالك كتير بابا. تعب؟ شو هالتعب؟ انتي من هون وهو من هون، ولادي مثل المساند. انا بروح لآخر الدنيا هيك بنتي، لآخر الدنيا. عنا زوار. هلأ نحن تزوجنا؟ هيك مكتوب هون. شو ما كتبوا يكتبوا، أنا مشان كون مرتك لسه. لا تتعبي حالك، خلي كل الناس تفكر مثل ما مكتوب بالدفتر. أهلين. أهلا وسهلا. أهلين فيك. الحمد لله على سلامته. شكرا. عليك العافية أخا. الله يعافيك جمعة. أنت كمان عليك العافية زليخة. الحمد لله على السلامة. شكرا إلك. مرتي إبك. مرحبا. لا تضلوا واقفين، تفضلوا على الغرفة. ماشي، تفضل قدامنا. معناتها هي هي. ايه هي. مرة حلوة. شو؟ مرة حلوة. شي حلو والله. ألف مبروك. الحقيقة هي أحلى كلمة بتنقال بهيك وضع. يا روحي شو فيها؟ قلنا حلوة شغلتنا. يا إبك لا تجننيني. يا لطيف شو شفنا؟ لوين وصلنا؟ وبعد كل هالشي هلأ أنتِ؟ بس يمكن رجليها فكح شوي. سبحان الله.